probably make a few cuts. We'll probably bring the team down a little bit. سعيد جدا بالبداية الجديدة اليوم، وسوف نبدأ العمل من تلك اللحظة، ومتحمس جدا لخوض تلك المرحلة. أنتظر حضور الجمهور ولا أفكر في أي فريق، فنحن نسعى للفوز ونركز دائما على تلاشي أي أخطاء. لدينا بعض الإصابات فهي جزء من اللعبة، ولكن دورنا كجهاز فني هو التعامل مع كافة الظروف، كما حدث مع هيثم كمال، فهو لاعب مؤثر وننتظره. وننتظر أيضا عودة عاصم، فهو لاعب إضافة كبيرة في صفوف الفريق. هدفنا الأساسي هو الوصول لكأس العالم، لكننا اليوم نسعى السير خطوة بخطوة دون النظر إلى أي شيء آخر. الطريق ما زال طويلا بالطبع وصعبا، ولكننا اليوم لا نفكر سوى في بذل قصارى جهدنا في التدريبات والمباريات الودية لنصل لأعلى مستوى. اللعيبة لسه داخل المعسكر امبارح، كله داخل يعني في حماس وفي روح كويسة بين المجموعة دي، بقى لها فترة موجودة مع بعض. الفترة اللي جاية عندنا ماتشات ودية وتجهيزات كويسة. الصراحة أنا أكتر وقت من فترة كبيرة يكون الدعم موجود من الاتحاد ومن كل الناس يعني اللي حوالين المنتخب، في تشجيع كويس وماتشات ودية تتوفر لنا. دي حاجة كنا منتقدها في الفترة اللي فاتت. الناس اللي موجودة والأجواء اللي موفرها الجهاز الفني واتحاد الباسكت بتخلي اللعيبة يعني عايزة تظهر بأحسن شكل عشان نقدر نوصل كأس العالم، يعني نفرح جمهورنا إن إحنا غايبين من 2014. إن شاء الله المرة يعني الفترة الجاية نقدر نظهر بمظهر كويس يشرف السلة المصرية ونقدر نوصل كأس العالم. طبعا من السعادة من المنتخب عندنا الويندو الثاني من تصفيات كأس العالم، إن شاء الله هيكون هنا في مصر. خلصنا الويندو الأولاني كان في السنغال، الحمد لله قدرنا نكسب ماتشين، خسرنا من البلد المستضيفة السنغال. مهم قوي الويندو الثاني هنا، إن شاء الله نكسب، إن شاء الله نحاول نكسب كل الماتشات لأن ده هيسهل لنا قوي وناخد خطوة كبيرة من أجل يعني حلم إن شاء الله الوصول للمونديال. اللعيبة كلها مركزة، عندنا يمكن أقل من 3 أسابيع خلاص على أول ماتش السنغال. يمكن الأربع فرق في المجموعة منهم 3 تقريبا نفس النتائج، إحنا والسنغال والكونغو، كلنا عندنا فوزين وخسارة. فداخلين الويندو الثاني كلنا بنفس الحظوظ. طبعا ماتش السنغال اول ماتش بالنسبه لنا اهم ماتش مركزين فيه، بالذات ان احنا خسرنا من السنغال هناك. فيعني مركزين ان شاء الله ونعمل نتائج ايجابيه بالذات للماتشات على ارضنا.